بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن تكلمت عن كل التسريبات عن الآيفون 12، راح تحصل الرابط كل الشروحات في وصف الفيديو تحت. لكن كثير من الناس في التعليقات يقولوا لي أنا تتكلم عن كل التسريبات في ساعة أبل الجيل السادس، فبإذن الله في هذا الفيديو راح أتكلم عن كل التسريبات حتى الآن عن ساعة أبل الجيل السادس ومتى موعد صدورها وكم أسعارها. لكن يا ريت تشيكوا أيضا على الرابط لو كانت عندك ساعة أبل وحاب تعرف كيف تستخدمها أكثر، إذا تشيكوا على الرابط الموجود في وصف الفيديو تحت وتعطوا لايك للفيديو. في البداية من ناحية التصميم ما أتوقع أن نشوف أي تغيير في التصميم عن تصميم اللي شفناه في الجيل الرابع والجيل الخامس، مع أنه في إشاعة أنه أبل احتمال أنها تقلل الحواف حوالين الشاشة، لكن أتوقع أنه هذا احتمال ضعيف ولا راح نشوفه. أيضا الزر الجانبي احتمال أنه يكون استاتيك، يعني مثل إذا تذكرون زر البصمة اللي كان موجود في الآيفون 8 والآيفون 7، فهذا التغيير اللي ممكن أن نشوفه من ناحية التصميم فقط في الزر الجانبي. من ناحية الألوان فاحتمال أن نشوف الفريم أو الإطار راح يكون باللون الأحمر، إذا تقولوا لي هل راح تشترون هذا اللون ولا لا. وأيضا من الاحتمالات أن راح نشوف اللون الأزرق أو ميدنايت بلو، طبعا هذا اللون راح يشابه لون الآيفون 12 اللي راح نشوفه إن شاء الله قريبا. طبعا هذا اللون أتوقع أنه يتوفر فقط بالسيراميك، يعني النوع الغالي من الساعة وليس في نسخة الألمنيوم، فاللي حاب انه يحصل على هذا اللون راح يدفع مبلغ اكثر من ساعة ابل او من الاسعار اللي تعودنا عليها في ساعة ابل الموجودة عندنا في السعودية. من ناحية الشاشة فاحتمال انه ابل تحول الى المايكرو LED. طبعا هذه الاشاعة سمعناها السنة اللي راحت انه ابل راح تحول من استخدام الاولد في ساعة ابل الحالية الى استخدام المايكرو LED اللي راح تعطي وضوح اكثر وايضا راح تعطي عمر بطارية اكثر. لكن مسرب الأخبار الشهير لفتو دريم يقول أنه الشاشة راح تكون نفس الشاشة اللي حنا شفناها في الجيل الرابع والجيل الخامس بدون أي تغيير. من ناحية البطارية فاحتمال أنه البطارية يكون فيها تحسن كبير، بسبب أنه شفنا في الواتش أو إس 7 اللي نزل الآن في المرحلة التجريبية أنه أبل ألغت ميزة اللي هو الضغط المطول أو الضغط بقوة على الشاشة، فاحتمال أنه أبل تشيل التابتك إنجن اللي موجود في الساعة وتستفيد من المساحة هذه في تكبير البطارية، فراح نحصل على بطارية احتمال انها تستمر الى يومين او ثلاثة. هذا اتوقع انه راح نشوفه، خصوصا انه ابل وفرت ميزة متتبع النوم او سليب تراكينج، فتحتاج انه البطارية تكون عندك تدوم لفترة اطول. من ضمن الاشاعات ايضا واللي ما اتوقع انها تصير انه احتمال انه ابل تضيف البصمة تحت الشاشة. أنا ما أتوقع أنه أبل تضيفها وأيضا ما أشوف لها داعي، لأنه أصلا أنت لما تلبس الساعة ومجرد أن أنت تفتح جوالك سواء باستخدام بصمة الوجه أو بصمة الأصبع فعلى طول راح تفتح الساعة. فالناس اللي يشتكون من أنهم لازم يدخلون الرقم السري كل يوم للساعة ياريت يقولوا لي، وراح أشرح في فيديو قادم عن كيفية فتح ساعة أبل عن طريق الآيفون. أيضا من المميزات اللي أنا أهتم فيها واللي أشوف الساعة هذا هو أساس استخدامها هي أنها تضيف مميزات صحية للساعة. ففي الجيل الرابع شفنا فيه تخطيط القلب، ومن أول ما نزلت الساعة كانت تقيس نبضات القلب، فاحتمال أنه نفس المستشعر اللي يستخدم لقياس نبضات القلب تستخدمه أبل لقياس نسبة الأكسجين في الدم. هذا مثل لما تروحون في المستشفيات ويركبون الجهاز الصغير هذا في الأصبع لقياس نسبة الأكسجين أو البلس أوكسيمتري، فلو كان نسبة الأكسجين من 95% أنت ما عندك مشاكل، لو نقص عن 80 في خطر على صحة الجسم. فأتمنى أن أبل تضيف هذه الميزة وأنها تتفعل عندنا من اليوم الأول ولا تحتاج إلى موافقات مثل ما صار مع تخطيط القلب. وطبعا أكيد أنه راح نشوف معالج جديد للساعة، السنة اللي راحت قبل ما حدثت المعالج، فأكيد أنه السنة هذه راح تحدث المعالج فراح يعطي أداء أفضل وأيضا راح يعطي عمر بطارية أطول. وأخيرا متى راح نشوف الساعة؟ الساعة بإذن الله راح نشوفها بعد 6 أسابيع في مؤتمر أبل اللي احتمالنا يكون في 8 سبتمبر، واللي راح تعلم فيه عن الآيفون وعن الساعة. وطبعا في بعض المنتجات ذكرتها في فيديو سابق أيضا راح تحصل رابطها في الوصف تحت. احتمال أنه ما يكون في أي تغيير في الأسعار، يعني سعرها راح يكون 400 دولار، راح تكون عندنا نفس الأسعار اللي موجودة حاليا 1800 ريال 1900 ريال مع الضريبة. احتمال أن نشوف أساور جديدة لساعة أبل يعلن عنها في المؤتمر أو نشوفها على موقعهم بعد الإعلان الرسمي. هذه كل التسريبات عن ساعة أبل، احتمال ما يكون كلها يعني نشوفها في المؤتمر أو لما يعلنون الإعلان الرسمي عن الساعة، لكن هذه كل التسريبات. بالنسبة لي أنا أتمنى أنهم يحسنون من عمر البطارية وأيضا يضيفون ميزة قياس الأكسجين، ولو كان كل سنتين أبل تضيف ميزة صحية للساعة
أتوقع أنه هذا راح يكون إضافة لنا كمستخدمين، لأن الساعة في النهاية وظيفتها متابعة صحتك وأيضا تسهل عليك متابعة الإشعارات، لكن الشيء الأساسي فيها هي أنها جهاز لمتابعة الصحة. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم. لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار يا ريت تكتبونه تحت في خانة التعليقات أو تسألوني على حسابي في السناب. وأيضا أكرر، لو أنت عندك ساعة أبل يا ريت تشيك على الرابط اللي موجود في الوصف تحت في كل شروحاتي عن الساعة. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم، يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.